هول الزلزال في المغرب لم يمنع جهود الإغاثة من العمل بأقصى طاقتها بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض أو العالقين بين ركام منازلهم. أمال كثيرة يتعلق بها سكان المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب بالرغم من ثقل الوقت، فمسؤولي الإغاثة يكشفون أن الساعات 24 ساعة إلى 48 المقبلة ستكون مصيرية لإنقاذ الأرواح. أي مطبات تواجه فرق الإنقاذ في هذه الساعات الحاسمة؟ وأي إجراءات وتدابير مطلوبة في هذه المرحلة لنجاح عملية الإغاثة؟ للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مراكش رئيس قسم المستعجلات في مستشفى محمد السادس الدكتور توفيق أبو الحسن. دكتور توفيق، مرحبا بك معنا. مستشفى محمد السادس استقبل عدد هائل من الضحايا في الساعات الماضية، كيف تبدو الحالات التي يرتادها هذا المستشفى وما الأرقام المتوفرة لدينا عن الجرحى والضحايا؟ مساء الخير. مساء النور. لأن الحالات التي تريد على مستشفى محمد السادس مصالح المستعجلات والمصالح الاستشفائيه هي حالات تتعلق بمضاعفات لمرضى قد اصيبوا بالردود، فهم يعني ليسوا مرضى عاديين ولكن مرضى اصيبوا بالردود، بحيث انه هناك اثار للردود على مستوى الدماغ او القفص الصدري او كذلك على مستوى مختلف الاطراف. فهي نسميها في القاموس الطبي هي اسم مستعجلات جراحيه بشكل اكثر، منها مستعجلات ديال امراض طبيه يتم يعني اعطاء ادويه من اجل استشفائها. فهذا هي معظم الحالات، هذا هو التوصيف لهذه الحالات التي تريد على مصالح المستعجلات. بالنسبه للشق الثاني من السؤال ديالكم استاذي، يعني الوضعيه حاليا وضعيه تمتاز بهدوء يعني حيث نسبة الضغط على مستشفى الجامعي قد قلت بشكل كبير مقارنة ب 24 ساعة الأولى، وهي الفترة التي 24 ساعة الأولى هي الفترة التي يكون فيها تعقيب الزلزال، هي أكثر فترة يكون فيها الفوج الأكبر من أعداد المصابين. اليوم استقبلنا مصابين كذلك بأعداد متفرقة ولكن ليس بنفس الضغط الذي كان البارحة. نعم. جميع المرضى تلقوا علاجاتهم ومجموعة كبيرة من المرضى لا زالت تتلقى العناية في مصالح استشفائية. تم إعطاء مغادرة لأربعة مرضى لحد الساعة قد ولجوا منازلهم، ولا زلنا نتتبع حالات المرضى الآخرين. دكتور توفيق، يعني كان هناك مشكلة في الاكتظاظ، هذا ما أفهم منك وما أسمع من ربما بعض المصادر، كانت هناك مشكلة في الاكتظاظ في المستشفيات في مستشفى محمد السادس، صعوبة في إيجاد أماكن لاستقبال هؤلاء، هل نستطيع القول أننا تغلبنا على هذا التحدي الآن؟ هو ليست مشكل اكتظاظ، بل هناك مشكل ديال ما يسمى بقدوم اعداد كبيره من المصابين في نفس الوقت التي يجب ان يتم العنايه بهم بشكل معقل وبدون اغفال اي مشكل طبي. فهذاك ياخذ واحد يعني واحد الوقت، يطلب كفاءة عالية وكذلك يطلب إجراء مجموعة من الفحوصات طبية سريرية وكذلك فحوصات باستعمال أشعة وأمور أخرى. فهذا ما يجعل هذا التكفل ب 500 مريض في دقيقة وفي نفس الوقت بشكل كبير، فهذا هو الأمر. ثم الرهان الآخر هو إنقاذ حياة المرضى وعدم يعني عدم إغفال أي مريض قد يموت يعني سدى، وهذا ما حصل والحمد لله قد نجحنا في هذا الأمر. فهذا هو الاكتظاظ الذي لوحظ اكتظاظ وقد لاحظ الاكتظاظ، هم من عوائل المرضى الذين أتوا من أجل السؤال على حالات مرضاهم. هذا شيء طبيعي انه حالات هلع الى اخره، فهذا شيء طبيعي ان الانسان ياتي لكي يستفسر على حالات مرضاه، وهذا شيء طبيعي في مثل هذه المصائب. هل كانت هناك اي حالات تستدعي اخراجهم خارج هذا المستشفى، نقلهم الى مستشفيات اكثر تخصصا دكتور توفيق؟
كان نضعك سيدي في الصورة، فمستشفى الجامعي محمد السادس هو المستشفى المرجعي، فهو مستشفى من النوع الثالث، من المستوى الثالث في القاموس الطبي. هناك مستشفيات من المستوى الأول، المستوى الثاني والمستوى الثالث. المستشفيات من المستوى الأول هي تقوم ببعض الأمور التي نعتبرها بسيطة في التكفل بعض المرضى، ثم المستوى الثالث هو مجهز بجميع الأجهزة التقنية الحديثة، وكذلك يتوفر على كفاءات وخبرات عالية في مثل هذه الحالات. فهو المستشفى المرجعي بالنسبة لهؤلاء المرضى هو مستشفى تعليمي ويتوفر على خبرات كبيرة. لحد الساعة لم تتم إحالة أي مريض من المستشفى الجامعي إلى مستشفى آخر نظرا لعدم كفاية الأجهزة أو الأطقم الطبية للتكفل به، فلم نسجل هذه الحالة لحد الساعة. هل يبدو أن المستلزمات الطبية في المتناول، هل هذه الأدوية متوفرة؟ دكتور توفيق، بالنسبة للأدوية يعني هناك مخطط، ما يسمى بمخطط، يسمى بمخطط الاستعجالي. فهذا مخطط يعني مدروسة من ناحية الطبية ومن ناحية العلمية، وهناك يعني أوراق تلزم على أي مستشفى يتوفر على هذه الخطط من أجل يعني مجابهة مثل هذه يعني الحوادث، وكذلك على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني. هذه هي طب المستعجلات والطوارئ، والطب يعني الاستعجال هو طب قائم بذاته ولديه طريقة الشغل اللي هي معروفة على مستوى العالم. فيتم هناك مجموعة من الأمور التي تتعلق بهذا المرضى من أدوية وأجهزة إلى آخره، تكون في مخازن، ويتم استخدامها حالما تكون يعني وضعية استثنائية في المستشفى. حتى الساعة لا نسجل أي نقص في هذه الأمور، ونتبع الحالة عن كثب بشكل تدريجي من أجل التكفل بالأعداد ديال المرضى إذا كانت هناك مرضى سيلجون المستشفى بهذه في الأيام القادمة إن شاء الله. ما الخطط التي وضعها هذا المستشفى ربما مع وزارة الصحة لأن تكون هناك مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى في عين المكان؟ هل هناك خطط وضعت بالفعل يتم العمل عليها؟ بطبيعة الحال هناك خطط، ما يسمى بمستشفى ميداني متقدم، ما يسمى البير. فهذا المستشفى هو مستشفى ميداني، يتم التكفل ب يعني يتم تقييم حالات المرضى يسمى بالفرز، وتقوم به فرق متخصصه في هذه المسائل، في هذا العلم. يتكفل به حاليا في مثلا في اقليم الحوز الطب العسكري والقوات المسلحه مع السلطات يعني المحليه في عين المكان، ويتم تقييم حاله المريض في عين المكان، وبعد ذلك اذا كان المريض يحتاج علاجات يعني اوليه او بسيطه في عين المكان تقدم له هذه العلاجات، اذا كان يحتاج الى عمليه جراحيه بسيطه تتم في عين المكان، وبالنسبه ويتم تقديم الاسعافات الاوليه، ويتم تنظيم يعني ارساله الى احد المستشفيات المرجعيه منها المستشفى الجامعي بشكل طبي تحت رعايه طبيه باستعمال وسائل النقل المتعارف عليها. وفي هذا في هذا يعني في هذا الاطار تبقى الوسائل عبر الجو هي الوسائل المتاحه والاكثر امانا من اجل نقل مرضى تحت مراقبه طبيه، وكذلك نقل عدد اكبر من المرضى تحت المراقبه الطبيه، وهذا ما تقوم به يعني الطبية المتواجدة في عين المكان. شكرا جزيلا لك دكتور توفيق أبو الحسن، رئيس قسم المستعجلات في مستشفى محمد السادس، كنت معنا من مراكش، شكرا لك. للمزيد ينضم إلينا من تارو دانت جنوبي المغرب مفدنا أشرف سعد. أشرف، مرحبا بك معنا، كيف تبدو جهود الإغاثة حيث أنت؟ الجهود تواجه صعوبات كبيرة للغاية في الحقيقة، لأن هذه القرى المتضررة في قلب جبال الأطلس تعاني من صعوبة الوصول إليها بسبب الطرق الوعرة الضيقة. كما تشاهدون خلفي، هذه هي جبال الأطلس، وهي يعني جبال وعرة، جبال عالية، التضاريس صعبة للغاية، والهزات الابتدائية تتسبب في تساقط الصخور على الطرق، مما يجعل
الطرق أكثر وعورة وأكثر صعوبة في الوصول. تحدثنا إلى كثير من المواطنين، هناك نقص كبير في المواد الغذائية، هناك نقص كبير في الأدوية، وهناك احتياج ملح لوصول هذه المساعدات إليهم بالسرعة القصوى، خصوصا وأن معظمهم باتوا يبيتون في العراء بسبب الخوف من الهزات الارتدادية، وإضافة أيضا إلى تصدع العديد من المباني. صحيح أنها ربما لا تكون في حال خطيرة، لكن السكان لا يضمنون كيف سيكون مصيرهم خلال الأيام المقبلة. اسمح لي أيضا أن أشير إلى أن حالة الذعر وحالة عدم الاطمئنان لا تقتصر على المناطق المتضررة من الزلزال، ففي أغادير على بعد ربما أكثر من 200 أو 250 كيلومتر من مركز الزلزال، شاهدت العديد من العائلات، ربما الكثير في الحقيقة من العائلات، تبيت في العراء خوفا من الهزات الارتدادية وما يمكن أن تسببه. سكان أجادير شرحوا لي أنهم عندما وقع الزلزال شعروا به وكان مرعبا وسبب الكثير من الذعر في جميع أنحاء المنطقة. بالتأكيد هناك حالة من الذعر في أو عدم الاطمئنان في جميع الأنحاء، والسلطات تبذل قصارى جهودية لطمأنة المواطنين وإشعارهم بأن السيء قد فات، وأن من المهم التركيز على جهود الإغاثة وجهود علاج المصابين حتى الوصول إلى بر الأمان في هذه الظروف الصعبة. موفدنا أشرف سعد من تارودانت جنوب المغرب، شكرا جزيلا لك.